وإلى البورصة المصرية التي أنهت مؤشراتها جلسة التداولات على ارتفاع جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 8 مليارات و600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 611 مليارا و599 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 8867 نقطة وأغلق عند مستوى 9033 نقطة مرتفعا بنسبة 1.87%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1725 نقطة وأغلق عند مستوى 1745 نقطة مرتفعا بنسبة 1.17%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2527 نقطة ليغلق عند مستوى 2559 نقطة مرتفعا بنسبة 1.3%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و87 قرشا للشراء و18 جنيه و95 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 19 جنيه و32 قرشا للشراء و19 جنيه و40 قرشا للبيع. أما عن سعر الاسترليني، وصل سعره إلى 22 جنيه و67 قرشا للشراء و22 جنيه و77 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، فوصل سعر الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و13 قرشا للشراء و5 جنيهات و16 قرشا للبيع. أما عن سعر الريال السعودي، فوصل سعره إلى 5 جنيهات وقرشين للشراء و5 جنيهات و4 قروش للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب العالمية مدعومة بتراجع الدولار ليسجل نحو 1708 دولارات للأوقية. محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 840 جنيه. أما بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21، وصل سعره إلى 980 جنيه وهو الأكثر مبيعا. أما بالنسبة لعيار الذهب 24، وصل سعره إلى 1120 جنيه. بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، وصل سعره إلى 7840 جنيه.